بسم الله الرحمن الرحيم، ننتقل لعمل الحملة الثانية. الحملة الثانية حكينا هدفها بالنسبة إلي زيادة أعداد تفاعل زوار مدونتي، إذا حعمل مقالة عفوا حمل كامبين وفي داخله آد سيت مجموعة. هدف الإعلان يكون لينك بوست، بحيث أي شخص يعمل كليك حيروح إلى مدونتي إلى مقالة معينة هناك، تمام؟ هذا هو الهدف. حقوم بعمل إعلانين في الداخل مختلفين في الصورة والاستهداف. الإعلان الأول حيكون في صورة واحد، إعلان الثاني حيكون في صورة مختلفة، والإعلان الأول مستهدف معين والثاني مستهدف أيضا واحد آخر عشان أشوف مين الأحسن. النص حيكون هو، تمام؟ ماشي. الآن قبل ما نبدأ بعمل الإعلان، زي ما تشايفين إعلاني الفيسبوك أكتف، يعني الفيسبوك وافق عليه والآن أصبح أكتف جاهز، سيبدأ بإعطائي الريزلتس، النتائج الموجودة. طيب الآن قبل ما نبدأ بالإعلان، الآن إحنا اتفقنا من أول الكورس إنه أي إعلان نريد أن نضعه على الفيسبوك لازم يكون مدرج تحت اسم صفحتنا، تمام؟ طيب الآن في نوعين من الإعلان اللي ممكن نعملهم في تحت صفحتنا. أول إعلان، إعلان ظاهر، يعني مثل هذا البوست. هذا البوست لو أنا عملته إعلان هو ظاهر، يعني أي واحد في موجود في الفيسبوك إذا دخل صفحتي حيشوفه، إعلان ظاهر، حيشوف هذا البوست، يعني ممكن يشوفه، ممكن يوصله أورجانيك طبيعي، يعني زوار عاديين مش مدفوعين، وممكن يوصله بيد اللي هو الزوار المدفوعين. طيب النوع الثاني اللي هو الدارك بوست، بما معناه البوست أو الإعلان المخفي، دارك بوست، إعلان مخفي، يعني ما في حدا بالدنيا كلها بيقدر يوصله أو يشوفه إلا أكون أنا مستهدفه عبر الإعلان، أو واحد من داخل الإعلان عمل له شير فبالتالي شافوه أصحابه بس، أما أنه هو يدخل ويدور ويلاقيه مستحيل. مخفي، دارك بوست. إحنا بالنسبة إلي لأنه أنا هذه المقالة أنا نشرتها على صفحتي مرتين، يعني هاي مرة ونشرتها مرة أخرى هنا ونشرتها زمان برضو هنا، فما بدي أزعج الناس اللي عندي في 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 مدونتي وأرد أنشرها مرة تانية هنا وأعملها إعلان، ما بدي بصراحة، وبالتالي بدل ما أزعجهم بدي أعمل دارك بوست. بوست أو أروح من الفيسبوك وأعمل، لو أعمل كرييت أد أفرجيكم الخيارات، ممكن أعمل بروموت أو بوست يور بوست من هون، ممكن أعملها، بس أنا ما بدي أي شخص من 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 برا مثلا ممكن يدخل ويشوف هذا الإعلان. أولا، ثانيا، هذا الإعلان مش لينك بوست، أنا كاتب الكلام وحاط لينك، حاط صورة، حاط رابط، أنا ما بدي أحط رابط. من المعروف بالإعلانات إنه الرابط يقلل من نسبة الكليك، الناس ما بتحب تعمل كليك على رابط، مش عارف ليش بس ما بتحب، أوكي؟ فالأفضل أني أنا بدي أعمله لينك بوست، تمام؟ أوكي، ليش هذا الإعلان بالضبط؟ لأني أنا قبلا جربت، شايف حطيت هذا البوست، الكلام اللي أنا هاخده هو نفسه، وصل ل 3341 واحد أورجانيك، أكتر من 60 لايك وفي 26 شير، فأنا متأكد إنه جيد وفي محتوى حلو، فبدي أفرجيه لناس برا صفحتي. هذا الموضوع بكل بساطة. طبعا قمت بعمل بحث نفس الإشي وبدي أبدأ الآن بعمل إعلان. هعمل إعلان طبعا إيش؟ send people to your website. ماشي، إيش اللينك؟ بروح على موقعي، رابط مختصر، هذا هو اللينك، على طول بروح على الأد وبعمل بيست، بسيطة جدا، أضغط أي مكان برا بيقول لي أوكي. الآن حيقول لي هل بدك تستخدم conversion؟ طبعا إحنا لسه ما حكينا عن conversion، بس أنا حكيت لك إنه conversion اللي هو البيكسل إذا بدك إياه يعمل إشي في الداخل، أنا بدي إياه بس يدخل ويكون زائر ويتفاعل معي، يعلق، يعمل شير، يعمل لايك، يسألني، يبعث لي إيميل، بس هذا اللي بدي إياه منه. طب إيش اسم الحملة؟ إحنا حكينا هاي الحملة زيادة أعداد زوار، فممكن أسميها increase
my four ways posts traffic عشان اعرف بالضبط انه انا بدي increase traffic لهاي المقالة. طيب نفس الاشي بالضبط، الان ما راح اشرح مثل ما شرحت قبل شوي، هعملها بسرعة كبيرة حتى ايجيبت. اوكي انزل تحت من 18 الى 45. شايفين لو اني عملت سيف للاودينس كان الان ريحت نفسي، بس احنا عشان بنعمل للتعلم فمعلش نعملها اكتر مرة. انترست حكينا هنا بدي استهدف استهداف واحد بس، التسويق، اكاديمية التسويق الالكتروني بس، مع انه العدد حيكون قليل 47,000 فقط، بس معلش انا بدي اجرب اشوف مين احسن استهداف بالنسبة لي. طيب كونكشن بدي اعمل انكلود ولا اكسكلود؟ ايوه التسويق يس، والعمل ما بدي اياهم يشوفوا، بدي ناس من برا، بدي ناس جداد، انا اللي عندي ممكن باي لحظة استهدفهم. $5 نعم. طيب شوفوا هون، هون الاوبتمايز بيقول لي اوكي انت بدك هاني كليك بس احاسبك بير امبريشن، يعني كل 1000 تدفع لي عليهم مثلا 50 سنت. لا هذا الطريقة خطأ، انت بدك على كليك، فاضغط هنا واختاروا لا انا بدي لينك تو ويب سايت ماشي بس ادفع بير كليك. تمام. طيب كم بدك؟ طبعا ما تخلوها للفيسبوك، بيعطيكم اقتراح من 4 على 9. اوكي انا بدي اكون احسن منه واخليها مثلا 5. تمام 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 كله تمام. الاد ست ايش اسمها؟ انكريز. طيب بلاش انكريز، اد ست فور ويز بوست ترافيك. تمام الاعلان شايفين الان اختلفت الامور، بيحكي لي هل بدك اعلان سنجل ولا مالتيبل. ايش يعني سنجل ومالتيبل؟ السنجل اللي هو الاعلان العادي اللي هي صوره واحده او فيديو واحد وخلاص. المالتيبل لا، المالتيبل بقول لك اعلانك، والله خلينا نشوف بلكي افرجيكم شكل معين عنه. اعلانك حيكون شايفين، اعتقد انكم شفتوا كتير مثل هيك، اعلانك في داخله اكتر من اعلان واكتر من صوره واكتر من صفحه، وهذا طبعا حنتكلم عنه في الادفانس في الفصل الخاص بادفانس فيسبوك. اوكي فاعتقد الصوره هاي اغنت عن كل الكلام اللي حشرح عنه هذا النوع من الاعلان. طيب بختار سنجل ماشي، ايش بدك الصوره؟ طبعا انا بدي اختار صوره، اعمل اكس. طبعا قبل ما اختار الصوره بدي اختارها من هون، بارت 1 نيو، هي نفس الصوره هاي بس انا شلت اللوجو لانه ممكن يعتبره كلام فانا ما بدي يعتبره كلام. بتاكد 1 2 3 4 5. تمام كونجراتوليشن يعني انه فيسبوك حيقبلها، اذا بروح على الاعلان وبختارها ابلود. تمام انا ما بدي ستوك لانه انا عندي صورتي هاي، الان بيعمل لي اياها ابلود وبحط لي اياها كاعلان. تمام الان بعد ما يعمل لي ابلود بوصل لمرحله شكل الاعلان. ما تنسى انك تختار الصفحه، تمام ممكن يكون زي هون انا حاط الصفحه غلط، انا ما بدي هاي الصفحه، بدي صفحه تانية بختارها. اوكي طيب بالنسبه للكلام بدي اروح اخده من الصفحه، هذا الكلام جاب لي نتيجه حلوه فبدي استعمله نفسه. اوكي كوبي. الان طبعا ممكن انه طبعا وين بالتكست مش بالهيدلاين، الهيدلاين بيكون تحت. تمام لا والله العكس، لا صح الهيدلاين تحت. طيب فبعمل هنا بيست وبشوف هل هو موافق او لا. ليش your text can't include two؟ عندي النقطتين هون غلط، ماشي انا اسف خليها نقطة واحدة، برضو برتقالي. الان الاعلان لما يكون برتقالي، انا حكيت المعلومة هاي المرة الفيديو السابق مش عارف، برتقالي يعني الفيسبوك حيوافق عليه. بقول بس بقول لي في مشكلة، بقول لي مثلا 90 حرف هو اللي حيبين بس. طبعا ان شاء الله بالفصل الخاص بالادفانس حنحكي عن اداة اسمها باور اديتور، هاي الاداة ممكن تحط لغاية 500 كاركتر. اوكي عشان هيك انا بحب استخدم باور اديتور في عمل اعلاناتي دائما. طيب عشان هذا الموضوع 90 ما بدنا طبعا الكلام يروح نصه،
فبالتالي ممكن إيش؟ ممكن نصغر الكلام، بدل كيف ممكن نعمل اربح، اربح أي مبلغ تريد عبر الإنترنت. وعلم التعجب بدل سؤال، بدل مقالة ومش مقالة ممكن أخليها شرح، 4 طرق محترفة تربح كلمة مكتوبة على الإنترنت، برضو أكتر من 90. طيب بلاش، أعطيني رأيك، ما هو هيعمل كليك، يعني هو لازم يعطيني رأيه. خلاص هيك كويس، تمام، مناسب جدا. شايفين كيف بنلعب بدنا إياه. طيب الكول تو أكشن حكينا فيه ضروري جدا إنك نحكي له إيش يعمل، تمام، فلازم نعمل ليرن مور، لأنه أنا ما بدي أعمل داونلود ولا ساين أب، ليرن مور. الآن اللي حسابه إنجليش فيسبوك حيبين له learn more، اللي حسابه عربي بالفيسبوك حيطلع له تعلم أكثر. أوكي، هذا هو. شاهد 4 طرق تستطيع، لا حيتعدى، حيكون أكتر من 25 كاركتر. الهيدلاين دائما 25 كاركتر، والتكست 90. شاهد 4 طرق تستطيع، لا طب أنا كاتب له فوق 4 طرق، بلاش أحكي أنا 4 طرق، ممكن أحكي إقناع أكتر. طرق طرق للربح، أي شخص يستطيع تنفيذها. أعتقد تعدت 25، نعم تعدت. أوكي، أنا ما بدي أطول كثير بس لأني أنا بدي أعمل إعلان حقيقة وأدفع عليه، فما بدي أكتب غلط. أفضل طرق حقيقية استطيع البدء بها. طيب بلاش أفضل طرق حقيقية تستطيع البدء بها. طرق فعالة جربها الآن، تمام. أوكي طيب جميل جدا. Advanced Option ممكن تحط اللينك، متذكرين اللي حكينا عنه اللي هو تحت هذا الكلام، وهذا طبعا لحد 200 كاركتر اللي هو اللينك. متذكرين لما جربنا الإعلان الخاص بالبنت اللي اسمها إيمي بورترفيلد وحكينا الكلام اللي تحت، فهنا 200 كاركتر ممكن تكتب أنت اللي بدك إياه. أوكي، هاني حسين يعمل عبر الإنترنت منذ 10 سنوات، يعمل الإنترنت فقط ومنذ 10 سنوات، صاحب مدونة أو صاحب مدونة تعلم كيف ويعلم كيف فعلها في مدونته الشخصية مجانا، تمام. طبعا سوري اني طولت، بس زي ما حكيت لكم انه انا بعمل اعلان حقيقي وحدفع عليه فلوس، فما بينفع اكتب اي كلام وخلص، تمام. طيب انا هنزل
وهعمل بليس اوردر. تمام. الان بكل بساطه هيسالني نفس السؤال، بدك تعمل سيميلر اد ولا كونتينيو؟ طبعا احنا بالنسبه لنا متذكرين لما قلت لكم بدي اعمل نفس الاعلان بس اغير، اذا نعم انا بدي اعمل سيميلر اد. ممكن من هون تعمل او اعمل كونتينيو، وفي الداخل الان في التقرير بترد تعملها مره ثانيه، ما فيش مشكله. اوكي، هذا الاد سيت. الاد سيت احنا بدنا اياه نفسه، فبنروح عند الاعلان ادز، هاي الاعلان تبعنا بيندينج ابروفال، بقول له طب والله انا بدي ايش سيميلر اد، بدي اعمل واحد زيه. هي نفسها يعني لو انا ضغطنا، بس انا حبيت افرجكم اياها من عند التقارير عشان تعملوها دائما من هناك احسن بكثير. اوكي، هيو نفسه حكى لي الكامبين نفس الاسم والاد سيت، هي نفسها 5 بيردي وكله لينكس تو ويب سايت لبرايسنج كله تمام. تمام، وين انا عندي المشكله؟ انه التارجتنج، لا انا ما بدي التارجتنج هيك، انا بدي التارجتنج مختلف، فاعمل ايديت. طيب اضغط على التارجتنج، احكي له يا سيدي انا ما بدي اكاديميه التسويق، لا انا بدي اغير، بدي اياها ديجيتال ماركتنج ارتس. طيب شوف العدد 76,000 حلوين وماشي حالهم. طبعا هدول من وين جبتهم؟ انا من الاوديس انسايت، متذكرين 25 ضعف و25 ضعف. تمام، هذا هو التعديل الوحيد والباقي تمام. طيب اتاكد والله، فوت على برايسنج 5 لينكس كليك، اوكي 5 سنت ماشي كله تمام، اعمل سيف. هيك احنا قمنا بالتعديل على الاد سيت، لانه التارجتنج موجود في الاد سيت. طيب الاعلان اضغط هنا، الاعلان برضو سنجل كله تمام. الصوره بدي اغيرها، احنا حكينا هون نغير الاستهداف 2 وصوره 2، اذا الصوره بدي اغيرها، بدي اعمل اكس، اعمل فري ستوك واحاول اختار صوره حلوه جدا من جوا. طب انا مقالتي تتكلم عن طرق للربح من النت، ممكن نعمل ميك ماني مثلا، ميك ماني. حاول نختار صورة تلفت النظر، يعني مش تكون يعني مثلا هاي الصورة ابدا مش حلوة، عادة زي كأنها فيسبوك، وهاي ما مش هتلفت النظر للشخص، يعني مش الواحد مش هيحس انه اوه وقف هو هذا عن ماذا يتحدث. اوكي، فطبعا مش كويس ابدا. طب هاي الصورة حلوة جدا، هاي الصورة حلوة جدا، ضن خلينا نشوف شو مكتوب عليها. make money make more money، ايوه حلوه تمام، ارباحيتي شرح اربع طرق محترفه كذا كذا، make more money. شايف الصوره ملفت للنظر، حلوه جدا. اوكي، ونفس الكلام كله بالضبط، ما راح نغير فيه اشي، ونفس الاماكن نشوف شكلها بس على الديسكتوب. حلوه جدا، هاني حسين دوت كوم، واربح اي مبلغ تريد من الترنت، شرح اربع طرق محترفه. تمام، بعمل بليس اوردر. شايفين هيك عملنا الخطه تبعتنا، كونتينيو الخطه تبعتنا في هذه الحملتين. طبعا الان حنستنى فتره لما الفيسبوك يوافق على الاعلانين، بعدين نشوف بعض النتائج حتى نعرف بالضبط مين الاحسن من مين وكل هاي الامور. نراكم بالفيديو القادم ان شاء الله. الفيديو القادم حيتكلم عن الاوبتمايز والسكيل، اللي هو المهم جدا في معرفة مين احسن من مين، وليش نخلي هاد وليش ما نخليش هاد. طب ليش هذا حلو خليني ازيده، وليش هذا سيء خليني الغيه، وهكذا. اتمنى ان اكون وفقت في يعني وصول المعلومة اليك، ونكمل مع بعض لسه اللي جاي احلى واحلى ان شاء الله، مفيد اكتر. شكرا.